أعزائي الله معكم بسياق برنامجنا جسور، منكمل المشوار سوا ومنضوي على فرص بناء حضارة محبة، فرص بناء حضارة السلام وحضارة الارتباط لليان بين الشعوب وبين الأديان وبين المجتمعات كل الموجودة بالعالم، لا سيما نحن مجتمعنا يلي هو مجتمع معروف انه ظاهر من ألم، ظاهر من حرب، ظاهر من صراع تميز فيه سنوات عديدة. ضيف حلقتنا اليوم هو الدكتورة ماري خوري. الدكتورة ماري خوري أكيد تعودتوا عليها وبتعرفوها من زمان، هي أستاذة جامعية، معالجة نفسية، دكتورة مع دكتوراه أكيد بعلم النفس، ومشاركة بأعمال السينودوس، وكمان شاركت مؤخرا بمؤتمر يونسكو حول حقوق المرأة. وأكيد دكتورة ماري خوري قبل هول كلهم هي إنسانة مسيحية ملتزمة ومعروفة بالتزامها وبحبها للكنيسة. هل نوافذ كلها اللي فتحناها معها رح تسمح لنا تكون عندنا حلقة شيقة معها، حيث منضوي فيهم على التحديات النفسية للمصالحة، كيف فينا نتصور، كيف فينا نفهم بناء حضارة المصالحة من حيث البعد النفسي، وشو هن الشروط أو ماذا يعيق المصالحة ما بين البشر وما بين المجتمعات في هيك ظروف. دكتورة ماري خوري أولا أهلا وسهلا فيك على تيلي لمير نور سات، وعن جد إليك طلة خاصة على تيلي لمير، نحن متعودنا عليك من هالإذاعة من هالتلفزيون وشفنا كيف فينا سوا، حس وكبناك فترة طويلة، وكمان نحن زملاء بفرد جامعة جامعة سيدة الويزة حيث بنشتغل سوا، وعندك غيرة ومحبة للشباب والصبايا يلي بيترافقوا معك بمشوار حياتهم. دكتورة ماري خوري، أول شيء فكرة المصالحة والمسامحة وبناء حضارة المحبة كيف، شو بتعني لك؟ كيف بتحب تبلشي؟ بأي صورة بتحب تبلشي؟ بنموذج لإله هو يسوع. يعني بالنسبة لإلي يسوع هو المثال يلي خلق نمط حياة مبني على المصالحة، على المسامحة، وعلى نمط السلام. يعني فينا نأخذ هذا السعيد يسوع كمثال، حيث انه أدان الأكت، أدان العمل، ولم يدل نعم. الشخص مزبوط. يعني انا في اعتبر انا كانسان مسيحي، اذا فهمت مزبوط عم تقولي حضرتك، انا من الطبيعي جدا مثلا تنقول كنت ضد السرقه، ضد وأدين السرقه لان هي عمل حرام. صحيح. انما السارق يبقى انسان مريض بحاجه لعلاج، كما صحيح. اي موضوع شائك في حياتنا اليوميه هو العمل بحد ذاته يدان، انما ليس الشخص. ولا هل ترى يسوع رد قيمه الانسان اكثر هون؟ اكيد ضوى على قيمه الانسان المجرم، انه لو كان مجرم بضل قيمه مطلقه، وهيدا اول بند من حقوق الانسان هو اعتبار الانسان قيمه، وقيمه مطلقه، قيمه مساويه للاخر الانسان. صعب شوي، يعني صعب كثير صعبه، بس مشان هيك ضروري نشتغل لها، وبعد 2000 سنه من يسوع ما وصلنا لها. قديش حلو نوعا شو أهمية التواصل الجيد والتواصل يلي مبني على علاقات بناءة بين الآخرين. وحبيت كتير التيتر أو العنوان تبع بروجرامك يلي هو الجسور. الجسور يعني مد هالارتباط بيني وبين الآخر. أحدث دراسات عن السعادة بتقول أهم عنصر بخليك تكون سعيد بحياتك هو قديه فيك تعمل هالإكيليبر أو هالتوازن بين اثنين. الأول هو الارتباط الاجتماعي، لوليان دارتاشمو، ارتباط في عاطفي، في حنان، في حب. قديش عندك درجة تانية استقلالية، يعني عندك وقت تكون فيه مستقل وحر أوتونوم، انت بتقرر، عندك استقلالية ذاتية وعندك الرغبة بالقرار وبالاختيار، بس عندك بالوقت نفسه بنفس المقدار القدرة تطلع من ذاتك وتشوف الآخر، تعطيه الأولوية لإله. كل حال من 2000 سنة يسوع قال بالحب وحده يحيا الإنسان، نحن ما فهمنا عليه، وبعد في كتير أشياء ما فهمنا عليه، ومشان هيك قال بكرة بيجي الروح القدس وبيساعدنا تنوصل للحق كله. بيوميات حياتنا بأكد لك دكتور زياد، وأنا من الأشخاص اللي بيسافروا بالقليل مرتين بالسنة، العلم رايح وعم بيثبت لنا وعم بيساعدنا أوقات نفهم شو يسوع قال. أرجع للارتباط، أكيد الارتباط مهم، مش بس ارتباط الزواج، ارتباط الصداقة، ارتباط وانت عملت خبرات حلوة مع الانتماءات الدينية المختلفة. بأكد لك كل مرة الارتباط مع حدا مختلف هل قد بيغني الانسان.
إذا كان الإنسان قادر يطلع من أنانيته، يطلع من محورية الأنا تبعه، من مرجعيته. يعني كل إنسان بخلال التربية تبعه بيكون عنده لوجيسيال مونتال، يعني برمجة دماغية معينة عندها مرجعية قيم معينة بتخليها تعتبر هيدا صح وهيدا غلط. الواقع أنه بالمجتمع قدر قد ما كان الإنسان بيقدر يظهر من مرجعيته ويتسمع للآخر شو مرجعيته، يعمل مساحة بحياته للآخر، كل ما بيغتني أكتر. وهون كمان الغنى بيولوجي. دكتور زياد تلخوري كان مثل ما كان أول قسم من حلقتنا رائع، بها لنكفي من اتجاه ذاته. أنا أكيد عتقديرك دكتور ميري خوري، شو بعيك المصالحة اليوم؟ شو بعيك المصالحة اليوم؟ هل يا ترى شو بتحب تقولينا عن الموضوع؟ قصدك هل كل الناس عندهم نفس القدرة على المصالحة؟ اوكي، فينا كلنا نسامح مثل بعضنا ولا لا؟ رائع سؤالك. بخليني فوت بعمق اختصاصي اللي هو دراسة الشخصية، لأن هيدا بعلمه أنا بالجامعة الشخصية، ولاحظت الدراسات إنه مش كل الشخصيات عندها نفس القدرة للمصالحة. في الشخصية اللي مسميها، رح أبسطها حتى ما أعطي التسميات العلمية ولبك راس الناس، الشخصية الحاقدة. والناس كلها بتعرف إنه حوالينا في أشخاص مش بسهولة بيسامحوا. هودي الأشخاص بيقدروا يتطلعوا فيك وينتقوا بشكل انتقائي بس السلبي اللي عندك. اعطيني شي مثل حي لنقدر نتصور اكثر كيف انا ممكن ربي طفلي، ابني او بنتي، على استعداد انه يحج صوب الاخر. اول شيء ديجا انت وياه، انت وياه اخطا ابنك، وفي ولد ما بيخطئ، كيف انت بتعامله؟ إذا بتقول له فل عني وبطل تحبك، قديش نستعملها هالكلمة عفويا؟ حل عني، فل عني، ما بقى أحبك، ما بقى تحكي معي. ما أنت رايح بخط الريبتير، أنت عم تقرر أنت وابنك تقطع العلاقات وتقطع الجسور وتقطع الروابط بينك وبينه. هيدا الصبي كيف بده يتعلم المسامحة؟ لما أنت بتجي بتقول له يا بابا أنا بحبك كتير ولكن أنا زعلان من يلي عملته، بتكون حميت العلاقة فيه، حميت الروابط، وهيدا هيش هو أصلا، وهيدا هيش هو أكيد، لأنه إذا هو بلاك بده يضيع. والروعة أنه لما بيكون عم يخطئ أنه بعز الخطأ تقول له يا بابا أنا بحبك كتير بس أنا كتير زعلان من اللي عملته، وتساعده بالعكس تتواصل معه أكتر تتساعده يفكر يعرف وين غلط وين إذي، وتقول له أنا أكيد أنه هيدي الغلطة ما بقى رح تعملها ولك جايزة. الحديث معك ما بيخلص، وأغنيتينا بأفكارك بهالبحث اللي عملتيه. فعلا حلو نتذكر، بتذكر هلا أول حلقتنا كنا بنحكي قديش صعب بأوقات نتفق مع الآخر ونلتقى مع الآخر، وشو حلو بالآخر لما نلتقى بالآخر نقطة نتذكر قديش هالنجمة بتدلنا على الحق، بتدلنا على الحياة يلي هي التواصل وبين حضارة المحبة. كل هيدي السلام السلام. دكتور ميري خوري، نحن نشكرك على وقتك، على مساعدتك، على وجودك، على محبتك، وعلى هالأرمان الجديد عرفتينا عليه هو أرمان الحب، يلي بيقلنا قديش منحب أكتر، قديش منسعد ومنشفى ومنعيش بسلام أكتر. مرسي لك على هالبروغرام الرائع يلي مبني على الجسور والارتباط العاطفي. شكرا دكتور ميري خوري، والله يباركك ويكفي معك محل ما بلش. شكرا دكتور خوري. أعزائي، على صدى هالأفكار بتركها بين إيديكم، على أمل نتأمل فيها وإن شاء الله تكبر أكتر وأكتر بحياتنا. نلتقى أسبوع القادم. شكرا.